وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنظرا لغيبة أصحاب الفضيلة أصحاب الندوة هذه الليلة، رأيت من المناسب أن أقوم بما تيسر يتعلق بالندوة ويتعلق بالفقه والفقهاء، الفقه الإسلامي وفقهاء الإسلام، وشدة الحاجة إلى التفقه في الدين، وشدة الحاجة إلى فقهاء الإسلام يبينوا عن الله وعن رسوله ما يجب على العباد، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن أسباب السعادة للعبد ومن علامات النجاة والفوز أن يفقه في دين الله، وأن يكون فقيها في الإسلام بصيرا بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم، وهم أهل العلم بالله وبشريعته، العاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، هم علماء الهدى، هم علماء الشرع، هم الذي قال فيهم جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال فيهم جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحة هذا الحديث العظيم، يدلنا على فضل الفقه في الدين. وفقه في الدين هو فقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة، ومن جهة أحكام الله التي أمرنا بها، ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق الله وحق عباده، ومن جهة خشية الله وتعظيمه ورقبته. فإن رأس العلم رأسة العلم خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل فيما يأتي العبد ويذر. من فقد خشية الله ورقبته فلا قيمة العلم. وإنما العلم النافع والفقه بالدين الذي هو علامة السعادة، والعلم الذي يؤثر لصاحبه خشية الله، يورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته، يدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. فمن رزق الفقه في الدين فذلك العلامة والدلالة على أن الله أراد به خير، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل المعرضين عن الفقه في الدين وعن تعلم ما وجب الله عليه وعن البصيرة بما حرم الله عليه فذلك من الدلائل على أن الله ما أراد به خيرا. وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما أنذروا به، تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه في دين الله وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر. قال عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فمن شأن المؤمن طلب العلم، التفقه في الدين، التبصر، العناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه، العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا وعملا بذلك. فمن أعرض عن هذا الشيء أو ذكر فأعرض ولسي ما قدمت يداه فذلك علامة الهلاك والدمار، علامة فساد القلب، علامة الانحراف عن الهدى، علامة أن الله ما أراد به خيرا، نسأل الله العافية. فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله، وأن نتعلم ما يجب علينا، وأن نحرص
على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك، وأن نعنى بكتاب الله عز وجل، وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا، يسأل الإنسان عما أشكل عليه من هو أعلم منه ليستفيد، ويحضر حلقات العلم ليستفيد، ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم، وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديهم من العلم، فيحصل له بذلك الخير الكثير، ويحصل له بذلك الفقه في الدين، ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبهذا المعنى يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام، وأنهم قد أوتوا خيرا كثيرا، وقد فازوا بحظ عظيم من أسباب السعادة وطرق الهداية، لأن العلم النافع من أسباب الهداية، ومن حرم العلم حرم خيرا كثيرا، ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله بذلك. وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقوا في كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم تفقهوا وعملوا، ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين، نقلوا كتاب الله إلى من بعدهم لفظا وتفسيرا وقراءة إلى غير ذلك، ونقلوا إلى من بعدهم أيضا ما بينه له نبيهم عليه الصلاة والسلام من معنى كلام الله عز وجل، ونقلوا أيضا لمن بعدهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعوها منه والتي رأوها منه عليه الصلاة والسلام، والتي أقرهم عليها نقلوها إلى من بعدهم، نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من التابعين، حتى نقلت إلينا في الطرق المحفوظة الثابتة التي نقلها الثقات عن الثقات والثقات عن الثقات، حتى وصلت إلى هذا القرن وما بعد. وهذا من إقامة الحجة من الله عز وجل على عباده، فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة للحجة وإيضاح للمحجة ودعوة إلى الحق وتحذير من الباطل وتبصير للعباد بما خلقوا له من عبادة الله وطاعته جل وعلا. وبهذا يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والحرص على الفائدة على الاستفادة من علومهم وما جمعوه ألفوه في العلوم النافعة، فإنهم سبقوا إلى خير عظيم وإلى علم جم، سبقوا إلى الفقه في كتاب الله وإلى الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم، وأن نشكرهم على علمهم العظيم وعلى ما قاموا به من تبليغ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله، وأن نستعين بما دونوه وما خلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة، حتى نعرف بذلك معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة، وفيها تفسير كتاب الله، وفيها بيان ما أجمل في كتاب الله، وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الوحي من الله للنبي، وهو السنة المطهرة، فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت في السنة، وأن يوضحوا ذلك للناس، وأن يرشدوهم إلى معاني كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام في الخطب والمواعظ والدروس وحلقات العلم وغير هذا من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد. ولهذا ارتحل العلماء في الأمصار واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة والعلم. في عهد الصحابة ساهر بعض الصحابة من بلاد إلى بلاد، من المدينة إلى الشام وإلى العراق وإلى غيرهما للفائدة،
بالعلم لنقل العلم، فتجد الصحابي وهم أفضل الناس بعد الأنبياء تجده ينتقل من بلاد إلى بلاد ليسأل عن سنة فاتتهم ولم يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك عن صحابي آخر فيسافر إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان. ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين هكذا فعلوا، ارتحلوا في العلم وساروا في العلم وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله وأرضاهم عما أشكل عليهم وعملوا بذلك، ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم من أتباع التابعين رواية ودراية. ثم هكذا أتباع التابعين نقلوا إلى من بعدهم، ثم ألفوا الكتب العظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية، حتى بصروا الناس وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي وحتى علموهم القواعد الشرعية التي بها يعرف كتاب الله وبها تدرى معانيه وبها تحفظ السنة وبها تدرى معانيها وبها يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور. فجزاهم الله عن ذلك خيرا وضاعف لهم الأجور وضاعف لهم الحسنات ونفعنا بعلومهم جميعا وعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم. ومما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم، لأنها من طريقة أهل العلم، وفي الحديث الصحيح إذا مررت برياض الجنة فارتعوا وجلسوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الأشياء مما يتعلق بالفقه والفقهاء، فطلب العلم في المساجد وبالرحلة إلى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامة، كل هذا من تحصيل العلم ومن الطرق التي تشرع في العلم، وصاحبها يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا سأل أهل العلم وتوجه إليهم في بلادهم أو في بيوتهم أو في المساجد فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما. وهكذا ذكره العلم من الطرق المعنوية التي هي مفيدة جدا كتابة العلم، كتابته وتحفظه كل هذا من تحصيل العلم ومن الطرق الموصلة إليه، كما أن الرحلة الانتقال من بلد إلى بلاد ومن مسجد إلى مسجد ومن حلقة إلى حلقة ومن بيت عالم إلى بيت عالم لطلب العلم والتفقه في الدين، هذه الحقيقة نوع من الرحلة وفيها أيضا سلوك الطريق الموصل إلى العلم. فكذلك التفقه في الدين بالكتابة والقيد وحفظ المعاني كتابة ودراسة ومذاكرة هو أيضا من الطرق الموصلة إلى العلم النافع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت لنا بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن. نرجو أن توجه كلمة لوزارة الإعلام بأن التلفزيون يوقف وقت الصلاة لحين أنه يتوقف على توقيت مكة المكرمة، أما الرياض بل هو الشغل وقت الصلاة ودمتم. هذا طيب، يسأل يرغب في يتولى وزارة الإعلام بإيقاف التلفاز في أوقات الصلوات حتى لا يشغل به الناس عن حضور صلاة الجماعة، وهذا حق جيد وسوف يفعله إن شاء الله ذلك ويتابع. صورة فلي أسمنت من مصنع الشركة بالسعر المحدد وقدره 11 ريالا وانتهيت من العمارة وبقي عندي منه كمية، فهل يحق لي أن أبيعه بزيادة عما اشتريته أم لا؟ هذا محل نظر، إذا كان بينه وبين الشركة أنه يأخذ حاجته ويرد الباقي فإنه عليه أن يرد الباقي، إذا كان بينه وبينه وبينهم أو بينه وبين الناس هكذا في تعليمات متبعة لديهم أنهم يعطون كل واحد حاجته وما زاد يردها عليهم، فعليه إذا فضل من الاسمنت شيء عنده يرده إلى الشركة وأن يبيع بما تبيع به. أما إذا كان ليس بينهم وبين الشركة شيء من هذه الأمور ولا شرط، فإنه يعطى طلبه وهو طلب الشيء الذي يحتاجه ثم فضل بعد ذلك شيء فإنه يبيع كما يبيع الناس في الأسواق، إذا كان حرية في ذلك يبيع كما يبيع الناس، فإن كانت الدولة قد منعته يبيع إلا ببيع الشركة فعليه يلتزم بذلك ولا يتوسل إلى ما حرم الله عليه في الطرق المعوجة التي فيها الكذب.
فيأخذ ما ليس له بحاجة ليبيع على الناس وليغري عليهم الأسعار، هذا لا يجوز. أما إذا كان أنا ما عندي اعتبار في هذا الشيء، لكن إذا كانت الشركة لا ليس بينها وبين من يشتري منها حد محدود، بل تعطيهم حاجاتهم هم وهم بعد أن يتصرفون، هو يتصرف كما يتصرف الناس ويبيع كما يبيع الناس، لا يزيد على الناس ولا يغش الناس. وإذا كان من العرف بين الشركة وبين المعاملين لها أن ما زاد يرده آخذه عليهم أو يبيعه بسعرهم المحدد، فعليه يفعل ذلك لأن طاعته لك الأمور المعروف أمر لازم. فإذا كان هذا هو الذي فرضه ولي الأمر وأنها تباع بالسعر الذي قيد على الشركة ومثل الشركة، فليس لمن أخذ منها شيئا أن يبيع بأكثر من ذلك أو يتحيل أن يأخذ شيئا باسم حاجته وهو كاذب، لأن هذا وسيلة إلى ظلم الناس وإغلاء الأسعار عليه. والله المستعان. هل اختلاف الفقهاء اختلاف تنوع أم تضاد؟ وما سبب اختلافهم؟ الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع وهو جاء في الشريعة فيما في الأذان والإقامة وأنواع الاستفتاح وأنواع التشهدات، جاء النبي أنواع في هذا كلها جائز، اختلاف تنوع كله جائز، وإنما الاختلاف بين أهل العلم في الأفضل، قد يرى أن هذا أفضل ويرى الآخر أن هذا أفضل، مثل التحيات، فإن التشهد جاء بأنواع، أحدها أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر، وفي النوع الثاني التحيات والمباركات والصلوات والطيبات والمباركات، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في بعضها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعضها وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وهذا جائز وهذا جائز. كذلك الأذان، في الأذان التربيع، فيه الترجيع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات، شهادتين بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، بصوت منخفض، ثم يعيدها ويسمى الترجيع بصوت مرتفع. هذا ثبت من حديث أبي محذورة وثبت من حديث بلال عدم الترجيع، وكلاهما جائز. هذا اختلاف التنوع، وهكذا إفراد الإقامة وشفع الإقامة اختلاف التنوع، وهكذا الاستفتاحات بعد الإحرام في بعضها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في بعضها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اصلح خطاياي بالثلج والماء والبرد، وأنواع أخرى. فإذا فعل المسلم هذا أو هذا أو هذا كله طيب، كله ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى المصلي بنوع من الاستفتاحات الثابتة فقد فعل مشروع، وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فحسن. هذا يقال اختلاف التنوع، جاء في الأحاديث الصحيحة واختلف على إثره العلماء بالأفضل من هذه الأشياء، فيسمى هذا اختلاف التنوع وهو كله جائز، هذا أو هذا أو هذا كله جائز. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع التشهد، في أنواع الإقامة، في أنواع الأذان، في أنواع الاستفتاح وما أشبه ذلك، هذا يسمى اختلاف التنوع. وأسباب اختلاف على ذلك اختلاف علمهم بمصادر هذه الروايات وأسانيدها وكثرتها أسانيد وصحها من حيث الضبط والثقة، فبعضهم يختار أن هذا أفضل لأنه رأى أن أسانيده أكثر وأن ثقاته أفضل من غيرهم، وبعضهم يختار النوع الثاني ويرى أنه أفضل، وبعضهم يلاحظ المعنى أيضا. هذا كله من باب الفضيلة فقط، من باب اختلاف التنوع ومن باب الأفضلية لا من باب التحريم والوجوب. وهناك نوع آخر يقال اختلاف التضاد، وكل هذا يرى حل هذا الشيء والآخر يرى تحريمه، وهذا يرى أنه واجب والآخر يرى أنه ليس بواجب، فهذا يحتاج إلى النظر في الأدلة ومعرفة ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يرجح ما هو أقرب إلى الدليل وما أوضح في الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا في مسائل معروفة في الفقه الإسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديث ولم يثبت ذلك الحديث عند الآخر فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فإن كل واحد قد حصل من العلم شيئا وفاته أشياء، فلهذا يكون يتفاوتون في العلم بحسب ما بلغهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يحكم هذا بأن هذا الشيء واجب لأنه بلغه فيه علم، ولا لا يحكم بذلك لأنه ما بلغه فيه علم. فقد قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول العلماء رحمة الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى أنه قد فاته بعض العلم لأنه لا يحصي العلم كله،
فلهذا قد يفوته أشياء ويخفى عليه أشياء يعلمها غيره من العلماء، فقد يكون عالم في المدينة أو في مكة أو في نجد أو في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب أو في مصر أو في الهند أو في شبه ذلك. فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيخفى عليه بعض العلم، وقد يعلمه الآخر فيكون عنده مزيد العلم. هذه أسباب اختلاف أهل العلم في التنوع وفي أيضا اختلاف التضاد. الله المستعان. نعم. جيل لذال يا شيخ. نعم. جيل لذال بالنسبة عندنا بالمدينة يوم الجمعة يجتمع يعني بالإذاعة يذن واحد يردون له أربعة أو ثلاثة. هذا تلك انتهى. انتهى من مدته. انتهى من مدته 40 يوم. بالضبط. صار هذا واحد مثل مكة مثل مكة. نعم. وهذا أولى أذن واحد الحرمين أذن واحد أولى لأن وجود السماعات ووجود المبرهون يكفي. أما لو كان ما هناك سماعات ما هناك مبرهون فالناس يحتاجوا عدة آلاف لأن المسجد كبير واسع وله جيران من الجهات كلها وهكذا المسجد الحرام فكان فيه مؤذنون لأجل حاجة كل جانب فيه مؤذنون، لكن لما جاءت المكبرات هذه والسماعات كفى الواحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك جماعة يقولون في تشهدهم بدلا من التحيات بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله إلى آخره ولم يقولون تحيات الله والصلوات إلى آخره. ما بلغنا هذا ما بلغنا هذا وما ما أعلم هذا فيه من الأحاديث. الأحاديث المضبوطة المعروفة الصحيحة هي التي يجب اعتمادها، أما الأحاديث الضعيفة لا ينبغي التفات إليها، وينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة وأن إذا بلغه شيء يلتمسه في كتب الحديث يعتني به من العلماء حتى يعرف شأنه وما هو وما أصله وما سبب هذا القول. فإن كان قاله أهل العلم لابد أنه يتعلق بشيء قد يكون صحيحا فيكون نوع من الأنواع قد يكون ضعيفا فلا يعول عليه. البعض الله يقول اللهم صل على سيدنا محمد وبارك في الصلاة ما ينبغي ما يقال اللهم صل على سيدنا محمد لأن لم يرد في أحاديث التجاهل، ولكن يقول كما قال في جواب الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا قال سيدنا محمد ما تطول الصلاة وسيد ولدان عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقال في خارج الصلاة إذا قال سيدنا لا بأس، لكن في نفس التجاهل الأولى عدم قوله لأن لم يرد، كما أنه لا يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا في الإقامة لعدم وروده لأن ما ورد ولا أمر به النبي الصحابة ولا فعله ولا فعل الراشدون، فالذي ينبغي ترك ذلك ولا يقال لأن على الاتباع وعدم الابتداع. أما إذا قال سيدنا محمد في غير ذلك في صلواته العادية اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس اللهم صل على سيدنا. لكن الأذكار التي جاءت ليس فيها هذا الشيء ينبغي أن يترك مثل الأذان والإقامة والتشهد لم يرد في هذا الشيء فيترك. أما في الخطب لا بأس، في المواعظ لا بأس، فكل إنسان يصلي على بينه وبين نفسه على نبيه ويقول سيدنا محمد لا بأس، إذا قالها أو تركها لا حرج في ذلك كله طيب. رجل بات ليلا عند رجل آخر صاحب عائلة، ولكن هذا الرجل أصبح يعني جنبا ويخشى أن يحتاج إلى الغسل أن يظن به صاحب البيت ظن يعني. فهو صلى بدون غسل هل يجوز؟ هذا معنى السؤال مضمون السؤال يعني. هذا يسأل يقول إنسان بات عند قوم ف احتلم وجب عليه غسل ويخشى انه طلب ماء الغسل فيظن به سوء يظن رب العائله سوء، فهل يغتسل او يصلي بالتعفف والتراب ماذا يفعل؟ هذه على كل حال مساله كبيره فقيره، والذي يظهر والله اعلم انه ان هذا لا يكون عذرا في عدم الغسل، ينبغي له ان يبين. والاحتلام امر معروف ليس بمجهول ويبتلى به الناس ليس هذا مجهولا، فإذا ابتلي بهذا الشيء فليغتسل الحمامات، والحمامات موجودة في البيوت وليس مطالبا بأن يقال لماذا ولماذا. فلو فرضنا أنه وجد عند قوم سوف يتهمونه وسوف يقع في باطل عظيم ففي إمكانه أن يخرج ويذهب إلى مسجد آخر يلتمس له محلا للتطهر ولا يصلي بغير طهارة ولا يغتسل عند هؤلاء، بل يخرج إلى مكان آخر ويلتمس الطهارة في مكان آخر. أما يصلي بالتيمم فلا حاجة إلى هذا ولا ضرورة إلى هذا. لكن إذا كان صلى يعني هو على جنب يعني يعيد صلاته ولا؟ يعيدها كلها صلاة يعيد. لو فعل يعني تيمم وصلى يعيد معه. لأن لا عذر له في مكان الخروج في مكان التباس الماء في مكان آخر. يعني بعيدها لو مضى عليه مدة. ولو لا بد أن يعيدها لأن صلاها بغير طهارة شرعية مع القدرة. ما رأي سماحة ربك إذا المحارب الصلاة؟
الواجب على المؤمن السكون في الصلاة، قال أسكنوا في الصلاة، الواجب على المؤمن أن يسكن في الصلاة قلبا وقالبا، لا قلبا فقط ولا قالبا فقط بل بهما. ومن خشوع النفاق أيها الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، المشروع للمؤمن أن يكون خاشع القلب خاشع الجوارح، كما قال الله جل وعلا قال أفلح المؤمنون الذين هم صلاة خاشعون. كثير من الناس لا يبالي بهذا، بل متى دخل في الصلاة شغل بنفسه في ملابسه أو بلحيته أو بأنفه أو بساعته أو ما أشبه هذا، هذا لا ينبغي. وإذا كثر وتوالى حرم وأبطل الصلاة، إذا كثر عرفا وتوالى بغير ضرورة أبطل الصلاة. الواجب على المصلي أن ينتبه، أما شيء قليل فيعفى عنه، يجب على المؤمن أن ينتبه لئلا ينساق في الحركات والأفعال التي لا وجه لها ولا ضرورة إليها فتبطل صلاته ولا يشعر. الواجب على المؤمن أن يعلى بالصلاة ويسكن فيها وأن يقبل عليها حتى يؤديها كما شرع الله عز وجل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يحركون أيديهم كان من خيل الشمس عند السلام قال اسكنوا في الصلاة عليه الصلاة والسلام. والله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشوعان، خشوع القلب بإقباله على الله وضعه بين يدي الله، وخشوع الجوارح بالسكون وعدم العبث لا في ملابس ولا في لحية ولا في غير ذلك، بل يقبل على صلاته بقلب خاشع وبدن خاشع يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويعتقد بالقضاء والقدر، وبعد سن البلوغ كان تاركا للصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاده بفرضياتها، وبعد مضي عدة سنوات صار يصلي ولم يترك الصلاة ولا فرضا واحدا، فهل يقضي الصلاة عن فترة الماضية؟ هذا يسأل عمن ابتلي بترك الصلاة تكاسلا ولم يجحد وجوبها ومضى على هذا سنوات ولا يصلي تكاسلا وتهاونا، ثم ان الله عليه بالتوبه ورجع الى الله واناب اليه واقام الصلاه، فهل يقضي ما مضى؟ على قولين العلماء، احدهما انه يقضي لانه لا يحكم بكفره عند جمع اهل العلم فعليه يقضي، والقول الثاني انه لا يقضي، وان الصواب في هذه المساله ان التوبه تجب ما قبلها، وان عليه الانابه الى الله والاستمرار في العمل الصالح والندم على مضى منه ويكفيه ذلك، وهذا هو الصواب. الصواب انه لا قضى عليه لان تركها كفر بالله، فاذا لمن الله بالتوبه فالتوبه تجب ما قبلها، كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما كان قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله، فالمؤمن اذا تاب الى الله واناب اليه من تركه الصلوات فان التوبه تجب ما قبلها، ولا يلزمه ان يقضي ما مضى من الصلوات في السنوات الماضيه او الشهور الماضيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، رواه مسلم بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وليلة سلامه الجهاد في سبيل الله، في أحاديث كثيرة. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أركان الإسلام خمسة ذكر منها الشهادتين ثم إقام الصلاة الركن الثاني، فمن ابتلي بتركها وزين له الشيطان تركها فإن عليه التوبة البدارة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وأن يستمر فيها وأن يندم على ما مضى منه وليس عليه قضاء ما فات، هذا هو الصواب. أما من قال بأما من جحد وجوبها بالكلية فهذا كافر عند الجميع، من قال إنها غير واجبة فهو كافر عند الجميع ولو صلى مع الناس هو كافر، ما دام يرى أنها ليست واجبة على المكلفين فإنه كافر بالله عند جميع أهل العلم. أما إذا قال إنه يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن زين له الشيطان تركها تهاونا فهذا اختلف العلماء في كفره على قولين، والصواب أنه كافر بذلك وأنه لا يصلى عليه إذا مات على ذلك ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا ترثه ورثه المسلمون، نسأل الله السلامة. ولكن متى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه لا يقضي ما فات، وهكذا لو جحد الوجود قلنا انه كافر في الاجماع ثم تاب الله عليه لا يقضي ايضا ما فاته من ذلك. نعم. مهما كان ولو واحده ما دام سل اسلم فانه لا يقضي. نعم. ولو واحده اذا خرج الوقت كفر كفرا اكبر ثم يقتل حدا عند قام قال انه لا يكون كفرا اكبر، ومن قال انه كفرا اكبر يقتل رده
ومن قال لا يكبر كفرا اكبر قال انه يقتل حدا عند جمهور العلماء كما يقتل الزاني المحسن حدا الرجل، والصواب ان يقتل كفرا لا حدا رده عن الاسلام. رجل عليه كفارة من بدل الدين فاقتلوه. رجل عليه كفارة يمين وتكرر منه هذا، هل تكفي كفارة واحدة؟ تكرر منه يمين واحد. هذا في تفصيل، فإن تكرار اليمين قد يكون على فعل واحد وقد يكون على أفعال، فإذا كان على فعل واحد مثل والله ما أكلف فلان، والله ما أكلف فلان، والله ما أكلف فلان، ويعد يكرر هذا 10 مرات أو أكثر، هذا ما عليه كفارة واحدة إذا كلم فلان، ليس عليه كفارة واحدة، لأن أيمان على فعل واحد. فعليه كفارة واحدة فقط. أما إن كرر ذلك على أفعال فيقول والله لا أكلم فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أصلي مع خلف فلان، والله لا أصدق على فلان، أفعال متكررة، هذا كل فعل له كفارة، كل يمين لها كفارة، يعني كل يمين مستقلة بالفعل الذي علقت به، هذا لا يكفي هذا عن هذا. فإذا قال والله لا أكلم فلان ثم كلم عليه كفارة، وإذا قال والله لا أكل طعامه ثم أكل طعامه لكفارة، وإذا قال والله لا أزوره فزاره عليه كفارة، وهكذا عند تنوع الأفعال تنوع الإيمان بالأفعال تكون كفارة. أما إذا كان فعل واحد أو على قول واحد فإنه كفارة واحدة. نعم شيخ، هل هذا طبعا مثل هذه المسألة مثل كثير ما تحصل عند بعض الناس بالخاصة الولايم، لكن صار حلف عن عدة ولايم وبعدين يريد أن يكفر عن نوع واحد، ما دام لأشخاص والله ما أكل ولي فلان، والله ما أكل ولي فلان، هذه واحدة. أما إذا قال والله ما أكل ولي زيد، والله ما أكل ولي عم، والله ما أكل ولي خالد، هذه متعددة، كل واحدة لها كفارة. هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل إلى درجة التمييز في الأدلة الصحيحة من غيرها تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الإنسان ما بلغ مبلغ أهل العلم ولم يعرف الأدلة التي بها يسوغ الاجتهاد فهذا فيه تفصيل، إن كان في وسعه نظر والعناية وسؤال العلم نظر واعتنى وسأل أهل العلم، فإن ضاق به الوقت ولم يتيسر له ذلك فسأل أهل العلم الذين يظن فيهم الخير ويظن أنهم أولى من غيرهم بعلمهم وفضلهم وعمل بما يقولون له، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو في الحقيقة هذا جهده، فسؤاله لهم مثال لأمر الله عز وجل وليس تقليدا وإنما هو اتباع لهم بما علمهم الله إياه، فهم علموهم ما علمهم الله وأرشدوه إلى أن هذا هو المشروع فيأخذ بقولهم، لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم والأخذ بما يرسلونه إليه. أما إن كان عنده قدرة على يميز بين الحق والباطل بالأدلة الشرعية، يعرف معنى الدليل ويعرف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف، يعرف يستطيع أن يقرأ كتب التفسير حتى يعلم معنى الآية، يعني أن يجتهد ويتبصر ولا يعجل الأمور حتى يطمئن قلبه في الحكم الذي اختلف فيه العلماء. أما إذا كان الحكم أمر مجمع عليه فليس محل اجتهاد، كان الحكم أمر مجمع عليه فعليه يأخذ بذلك ويمتثل وليس محل اجتهاد ولا نظر. هل من هو عزير بن الله كما ورد في القرآن الكريم على لسان اليهود؟ قالت اليهود عزير بن الله، هذا من علماء اليهود، وكذب اليهود وقال عزير بن الله، والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا ولد، بل هو الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكما كذبت اليهود في ذلك فالنصارى كذبت أيضا في عيسى وقالوا إنه ابن الله، وكلاهما كاذب لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فقولهم إن عزير بن الله والنصارى مسيح بن الله كله كفر وضلال وكذب على الله وعلى دينه، ولهذا صار هذا من أنواع كفرهم ومن أنواع نواقض الإسلام في حقه، نسأل الله العافية. نعم الله أعلم، الزوايات حرفها كثير، حرفها علماءهم ينحرفون، هو إذن وحدة حرفها علماءهم، أما عزير فيقال إنه من حفظ التوراة وإنها لم توجد إلا عندنا في بعض العصور، والله أعلم بهذا، أخبار بني إسرائيل ليس لها أهمية لأنها لا يثق بها، قال النبي حصل له من علمائهم وأنه غلوا فيه وعظموه في صلاحه وعلمه حتى قالوا فيه إنه ابن الله من جهلهم وضلالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت من خديجة ولدا دون غيرها، والله والتحريف حصل من جمع الغافلين. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت ولدا من خديجة دون غيرها، أليس إبراهيم من ولد ماريح؟ أرجى التوفيق بين هذا وذاك.
لا أولا ما أعرف هل وجدت ولدا بخلية؟ ما أعرف هذا، ما أعرف هذا له، فإنه قال إن لما كان يذكرها عليه الصلاة والسلام ويثني عليها ويقول لي هنا كذا وكذا 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 فيثني عليها ويذكر أولادها منها، ولكن هذا لا ينافي أن له ولدا من غيرها. أما رزقت ولدا منها ولم يذكر غيره هذا له، لا أذكر هذا له في جميع الروايات، إنما يذكرها ويذكر أولادها عليه الصلاة والسلام لبيان عظم قدرها عنده ومنزلتها وفضلها، وأنها جديرة بأن يثنى عليها وجديرة بأن تذكر. ولكن كونه سكت عن ولده إبراهيم في بعض الأحاديث إما لأن هذا كان قبل أن يولد إبراهيم، لأن إبراهيم ما وجد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون ذلك لأن الكلام في خديجة وليس في جنس الأولاد بل في خديجة وفضلها، فلهذا لم يكن هناك مناسبة لذكر إبراهيم الذي في خديجة، وإلا فله ولد من غيرها وهو إبراهيم لم يرزق من غير خديجة إلا من ماريا جارية رزقه الله منها ولدا وسماه إبراهيم ومات في الذكر مات رضيعا. نعم. لماذا لم يكن هنا في هذا المسجد حلقات ذكر مستمر مثلا بتدريس المعجم أو أي كتاب من كتب السنن يطلب يعني فيه درس الصباح البخاري ومسلم والترمذي وابي داود في دروس مستمره بحمد الله في اربعه ايام من الاسبوع. نعم. هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم. هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ ما في مال اذا بنى من الصندوق العقاري فلا مانع يوقف بيته وعليه يؤدي الحق الذي عليه. نعم. وهل يجوز بيع البيت إذا بقي فيه شيء لم يسدد من قيمته؟ هذا يرجع إلى البنك إذا كان البنك أذن له، فلا بأس، إن كان يمنع من البيع يعتبر رهنا فلا يباع إلا بإذن الراهن، إذا كان البنك يمنع من البيع فالأمر إليه لأنه الذي أعطاه المال وارتهن البيت، فإذا أذن في البيع جاز البيع، وإن منع فالذي ينبغي أنه لا يباع لأنه رهن فيما بقي فيه من المال من البنك. لكن إذا استسمحه وأذن له أو أذن للناس كلهم فلا بأس. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الإمام فله أجره وأجر من صلى خلفه؟ ما أدري عنه هذا له ما أدري عنه، لكن جاء في عدة أخبار ما يدل على أن الإمام يفوز بأجور من خلفه من أجورهم لأنه قائد لهم ودال لهم الخير، فإذا أحسن واجتهد يرجى له أن يكون من أجورهم كالداعي لله، من دل على خير فله من دفاعه. جاء في عدة أخبار رشد إلى هذا، لكن هذا الأفضل الذي ذكره السائل ما أذكره. سمعنا في حلقة مضت من حلقات نور على الدرب أن هناك فتوى ستصدر في اللحوم المستوردة من الخارج، وإلى الآن لم يصدر فيها شيء، نرجو أن نسمع الفتوى قريبا إن شاء الله، لأننا في حاجة تمس إليه. درس هذا الموضوع ووجه إلى ولاة الأمور بأن يتفقوا بأن يلزموا تجار الموردين أن يتفقوا مع شركات خاصة في توريد اللحوم على طريقة إسلامية سليمة، ووافق ولاة الأمور على هذا وعمل وزارة التجارة بهذا على شروط موضحة قد عدتها وزارة التجارة وأشرف عليها هيئة كبار العلماء ورأوها شروطا مجزئة وطيبة ومفيدة، وتقرر وجوب تنفيذها وأن لا يورد إلا على ضوئها بشركات معلومة وبطرق معلومة وبمراقبة حتى لا يرد إلى هذه البلاد إلا شيء مضبوط، وسننشر هذا إن شاء الله قريب. نرجو منكم توضيح إطلاق كلمتي الفقهاء والأصوليين وهل بينهما صلة أم لا؟ علماء الأصول هم الذين يعتنون بالأصول، أصول الفقه ويدرسونها وينقبون عن الكلام فيها، واما الفقهاء اوسع من ذلك، قد يكون فقيها في الاصول والفروع جميعا، اما الاصول فقد يكون شغله الاصول ينظر في الاصول وادلتها ومعانيها ويرشد اليها، والفقيه اوسع من ذلك، فقد يكون فقيها في الاحكام وفروعها والنظر فيها، ولكن ليس عنده عنايه بالاصول كما عند الاصولي، وقد يجمع بين الامرين، قد يكون فقيها في الاصول وفقيها في الفروع، ولا يكون فقيها على الحقيقه الفقه الكامل الا اذا كان عنده فقه في الاصول، لان الفروع مبنيه على الاصول، لكن بعض الناس قد تكون عنايته بالاصول اكثر، وبعض الناس قد تكون عنايته بالفروع اكثر،
بالتوليد بتفريع المسائل وبيان احكامها على ضوء الادله. ما هي اهم الكتب التي تنصحنا لقراءتها في الفقه والتفسير وغير ذلك؟ والكلمه لمن يحلقون اللحيه. احسن ما اعلم بالكتب هي الكتب التي تعنى بالادله، الادله الشرعيه تدخل مسائل الاجماع وتدخل مسائل الخلاف وتعنى بالادله كالمغني لموفق الدين ابن قدامه وشرحه لابن اخيه وكشرح المهذب للنووي وما الحقاب من التكمله واشبه ذلك من الكتب التي فيها العنايه بالدليل مثل المحلل بن حزم للطلبه الذين قد عرفوا العلم وميزوا بين غثه وسمينه. واما عامه طلبه العلم فلا ينصحون بالمحلل واشباهه بما فيه من الاخطاء والاغلاط الكثيره، لكن اهل العلم البصيره الذين قد يعني عرفوا العلم وعندهم ميزه وعندهم فهم فان المحلل مفيد كثيرا. وهكذا جميع الكتب التي تعنى بالخلاف سواء مخطوطه او مطبوعه هي جديرة بأن تقتنى وتراجع حتى يستفاد منها، من كتب عبد البر وابن المنذر وغيره. كذلك كتب التفسير ابن جرير رحمه الله إن كتاب عظيم، كتب التفسير القرطبي كتاب مفيد عظيم، تفسير البغوي تفسير ابن كثير، هذه كتب عظيمة ومطبوعة ومحمودة ومفيدة جدا. ما هي في نظركم أهم كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية؟ أما عند الحنابلة فأهمها المغني من قدامة وفروع من مفلح، فإنهما كتابان عظيمان تليا بالأدلة ونقل كلام العلماء، لا تحق بذلك الشرح كبير لأنه أخذه من كتاب عمه المغني صاحب المغني. وأما كتب الشافعية فأحسن ما رأيت كتاب النووي رحمه الله، فإن كتاب عظيم المثل والشرح جميعا كتاب عظيم جدا صيفا، واطلعت على المنصوص الحنفية كتاب جيد أيضا مفيد عظيم. وأما المالكية واطلاعي على كتبهم قليل، لكن من أحسن ما اطلعت عليه تمهيد عبد البر كتاب عظيم جيد، ومدونة مفيدة في أسلاف القاسم المالك كتاب جيد مفيد، واطلعت على كتب الإبراهيم كتبهم ليس فيها ما يعني يشرح الصدر من جهة العناية بالأدلة مثل كافي لابن عبد البر كتاب مختصر ليس فيه العناية الكافية بالأدلة. وعلى كل حال فالكتب تختلف، فأحسنها وأولاها العناية الكتاب الذي يعتني صاحبه بإقامة الأدلة وترجيح الراجع وتزييف الزائف والإنصاف. نعم. سؤال ذكرتم بأن الصواب في دروس، ألا جعلتم شيئا بين المغرب والعشاء حتى يستفيد الناس؟ نعم. ألا جعلتم شيئا في المساء بين المغرب والعشاء حتى تؤم الفائدة للجميع؟ لا، دروسنا الماء بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر إلا الذين هم مجاورين المدرسة. لا يأتون بعيد. هم البعيد هم القريب. لكن لا أن يتيسر إن شاء الله خاصة بين المغرب والعشاء. بل نرجو أن يتيسر لأن المغرب والعشاء عندنا في موانع. أخي وقت الجلوس يريد حاجة أو يستفتي عن حاجة خفيفة أو يحب اللقاء، لأن المجيء إلى إلينا في محل العمل قد يصعب على بعض الناس، فلهذا جعلنا المغرب لحاجات أخرى من لقاء المسلمين حاجاتهم الخفيفة، وفيه درس أيضا خاص في البيت. نعم. أتيتم من المغرب؟ ليس الدرس بس نرجو أن يمن الله بذلك منا ومن أهل العلم الآخرين. يسر لنا فرصة يدرسون هنا وفي بعض المساجد الأخرى، نرجو ذلك. ونحن نساعد في هذا في غالب المساجد، نسأل الله يمنا بالتيسير. نعم. أتيتم من المنطقة طيفا وقد حلفت وصيغة، أهو يقول كده، وقد حلفت وصيغة الحلف حرمت علي الذبيحة كما حرمت مكة على اليهود، ولم يكن عندي علم الحلف بالطلاق أن يذبح أفيدونا جزاكم الله. الأخ يعني بس ما عرفنا. هذه مسألة خاصة، إذا كان عليه الحرام أنه يأكل الذبيحة، الذبيحة قد حرضوا هذه الذبيحة وحرضوا هذه الوليمة، فقد أخطأ وعليه التوبة والاستغفار وعليه كفارة يمين. إذا أكل كفارة يمين، ويطعم 10 مساكين أو كسوتهم إذا أكل هذه الوليمة والذبيحة التي حرمها. تجزي الدراهم يا شيخ؟ لا، طعم، لأن الله جعل طعم وكسوة. 10 مساكين. نعم، يكون المسكين نصف طعم قوت البلد، مقداره كيلو ونص.
نعم. لماذا؟ لماذا الشيخ؟ نعم. أقول أضعف المساكين اليوم الحمد لله يعني ما هم والدين، ولكن لو حصلوا على فترة ما يعرف إذا أنت مش كثيرون قراء وأنصار وجود، ولكن بس بعض الناس ما يعرفهم موجودون، فإذا هم لازم يعطيهم جميعا، لو أعطى اليوم اثنين وبعد اثنين وبعد ثلاث حتى يكون الحمد لله، ليس من اللازم يكون في لحظة واحدة أو ساعة واحدة، ولا أعطاه متفرق إلا بس كيس رز وعطيته إياه الواجب خمسة أصباع، وإذا زاد جاه الله يعني الواحد على نص ساعة. لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير، وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي؟ في بعض المساجد ولكن قليل، نرجو أن يأتي إن شاء الله يحصل في مساجد كثيرة في غالب البلدان إن شاء الله، فإن الجهود مبذولة في هذا الشيء وتقديم ما يعين المدرس ويعين الطلبة على ذلك، نرجو أيضا الله بهذا قريبا في سائر بلدان المملكة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما معنى الحديث؟ وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين العهد الأول؟ هذا حديث صحيح، جاء من عندنا الطرق يدل على فضل القرون المفضلة، وأن أفضل القرون قرون الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يفون، فالأطلاق الآخر تسلق سنة واحد يمينة ويبلغ شارك، وهذا واقع، لأن بعد قول فضلة بعد العهد عن النبوة وقل العلم في الناس وكثر فيه من الجهل وطمع في الدنيا وتصب عليها، وليس معنى ذلك أن البلاد تخلو من الخير، لا، مثل ما قال النبي: بل لا تزال طائفة من الأمة الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لكن ليس القرن الرابع والخامس وما بعده مثل القرون الأولى فيها العلماء أكثر والخير أكثر والتأثر بالدين والعلم أكثر، ولما جاءت القرون المتأخرة تغيرت الحال، قل العلماء وضعف التمسك بالإسلام من كثير من الناس، فصارت الحال غير الحالة القرون السابقة، ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول، بل الحمد لله الحق موجود وله من يطلبه وله من يطلبه العلماء وقلتهم، وعلى حسب نشاط الدعاة، فعند وجود العلماء العاملين ونشاط الدعاة يكثر الخير في المحل الذي هم فيه، وعند قلته في المحل أو في الإقليم يقل ذلك، الله المستعان. بعض الناس يقولون يا شيخ إذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم الصحيح، وفي رواية عند غير مسلم: إذا أخذ من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، ومن قال يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وقال ما أمات الناس من سنتي، وأخذ آخر: هم النزاع من القبائل، هم ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، هذا في آخر الزمان وقد وقع، فتجد الآن في أقاليم كثيرة قل أن تجد العالم الذي يعني معناه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفقه العقيدة الصحيحة، قل أن تجده اليوم في كثير من الأقاليم والبلدان، الله المستعان، تجد علماء السوء، تجد علماء التصوف الذين جهلوا الدين ودعوا إلى أنفسهم أن يعبدوا من دون الله وآتوا بالعقائد الباطلة والبدع الضالة، تجد هذا كثير في بلدان كثيرة، أما العالم الذي يدعو إلى الله على بصيرة ويعرف عليه السلف الصالح ويدعو إليها ويحذر الشرك لقينه وجليله، هؤلاء هم القليل اليوم في البلدان والأقاليم، الله المستعان. وأخ يسأل يقول: بني مسجد وأصبح جزء من سطح المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة سطح حمامات، أي في الدور الأرضي، فهل يجوز الصلاة على سطح الحمامات؟ لا بأس، صحيح لا حرج، إذا كان المسجد فوق يعني جعل طابقا ثاني من تحته مخازن أو حمامات أو ما أشبه ذلك لا حرج، صواب الأسلحة لا تعلق لها بالجو، هذا هو الصواب، فالسطح الحمام ونحوه الصلاة لا بأس. ما حكم صلاة العيدين؟ فرض على المسلمين، إذا فرض كفاية هو مشهور، إذا فرض عين وهو قول جيد العلماء كالجمعة، ومن قال فرض عين جعله كالجمعة فعلى جميع البلد يصلوا صلاة العيد، ومن قال إن فرض كفاية قال إذا قام بمن يكفي يا جماعة سقط عن الباقين صلاة حق الباقين سنة، والأقرب من حيث الدليل وجوبه على الأعيان، وأن صلاة العيد واجبة على الأعيان كما تجب صلاة الجمعة، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ذلك وأوصاهم بذلك وحافظ على ذلك، حتى أمر النساء أن يشهدن الجمعة صلاة العيد، وأن المرأة إذا كان لم تجد جلبابا فإن أختها تلبسها من جلبابها،
هذا يدل على تعقد الامر وانه لا ينبغي لاي مسلم ان يتخلف عن صلاه العيد فهي تشبه الجمعه فهي تشبه الجمعه عيد الاسبوع يجب حضورها فالعيد العام اولى بان يجب حضوره لانه فيه اجتماع الخير وفي سماع عظه وكبرى فكان الواجب ان يحضر كما تحضر الجمعه. ايهما افضل التنفل ام قراءه القران الكريم؟ لا هذا وهذا ينبغي ان يفعل هذا وهذا فالصلاه لها فضل والقراءه لها فضل فينبغي ان يكون تاره يقرا وتاره يصلي وتاره يدعو الى الله يضرب في كل نوع من الخير بسهم لا يقتصر على سهم واحد تاره مع القراء تاره مع الدعاه الى الله تاره مع اهل المعروف من المنكر تاره مع المصدقين تاره مع المصلين تاره مع المجاهدين تاره مع الحجاج والعمار يكون عنده سعه في الخير ووسعه في الخير. في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي، هذا الصحفي كتب الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المذكورة يحض فيه على التمسك بالعروبة دون الإسلام ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب وشرح مقالته في خبز، فهل سمع سماحتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ لا والله ما سمع مجلة المجالات المستقبل لا اعرفها ولا سمعتها لان السائل ياتي بها ان شاء الله ما رايتها قط ما حكم من جديده ولا قديمه؟ لا مستمر جديده قديمه تصدر من مده تصدر يعني سنتين من باريس يقول حوالي سنتين ما حكم من صلى ورأسه مكشوف مع وجود شيء يغطيه به وما حكم كثرة الحركات في الصلاة؟ رأسه معورة إذا صلى رأسه مكشوف لا حرج في ذلك ولا بأس وإن أخذ زينته كاملة وصلى مستور الرأس بالعمامة أو بما يعتاده من اللبس هذا حسن لأنه قال خذ مدينة من لكل مسجد ولكن العورة ليس من العورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الثوب الواحد ليس على عاتقه مسجد ولم يقل ليس على راسه مسجد فاذا صلى بازار وعلى عاتقه رداء او فنيله قد سترت العاتق عاتقين او صلى في قميص فاذا مطلوب واذا كشف راسه في الصلاه فلا حرج سواء كان فريضه او نافله لكن افضل ان يستره من راسه العاده لانه قد يستنقص وقد يظن به تساهل قد يظن به انه يعني ليس عنده مبالاة فإذا ستر رأسه من المعتاد ولا سيما عند الناس في مساجد الناس فهذا أحسن أما في بيته فالأمر أوسع في بيته أمر أوسع لكن إذا كان في مساجد الناس فالأولى يفعل ما يفعل الناس مما أباحه الله حتى لا يوجه إليه انتقاد أو ظن سوء أو ظن جهالة أو ما أشبه ذلك ويعم الآية قل لا تخرجوا كل مسجد فالتجمل إن الله جميع يحب الجمال إذا لبس الإمامة ونحوها مما توضع على الفطرة أو غيرها مما يلبس على الرأس أو قلنسوة أو غير ذلك كان أحسن لأنه من تمام الزينة. نعم. يجي بعض العمال الذين يشتغلون بالبوية أو بالسمين فيمكن ربما أن هذا يكون على ملابس وقت العمل بعض البوية أو السمين أو طين هل هو يشق عليه ذلك يعني تغيير ملابس؟ جزاك الله خير. نعم. يعني يقل بالصلاة يعني؟ إذا كان الشيء طاهر ما يدخل الصلاة. إذا كانت البوية وأشباهها كلها طاهرة ما يدخل الصلاة. لكن إذا جعله ثوبا يخص به الصلاة إذا فرغ لبسه أو جعله فوق لباسه ليكون أجمل في حضوره الصلاة يكون أحسن. فخذوا جمالك عند كل مسجد والأفضل أن سيتجمل إن الله يحب جمال فيحضر مع الناس بأحسن صورة من غير تكلف. فإذا كان عاملا يسر له ان يلبس عند الصلاه ما يناسب كان حسن وان شق عليه ذلك او ضاق عليه الوقت صلى في ثيابه التي عليه ولا حرج وان كان فيها شيء من الاصباغ او شيء من الوسخ لا حرج في ذلك لان الصلاه اعظم وضوء الجماعه اكبر. نعم. بعض الائمه اذا بعضنا يصلي بلسانها لعلك ثم العلامه خلينا نلعب على عندنا الخير على كتف ايوه اللي فيها نظر أقرأونه لا تكفي وإن كان الله ليس لا فيه شيء قد يقال إنه يكفي ولكن فيها نظر على قال فيها نظر وإن أجل فنيلة شاكرة العاتق أو رداء يكون رداء عاتقيه أما فهي فنيلة على الخيط على
على المجدد فالذي يظهر أن ترك هؤلاء الذي يستعمل خيرا أحد العاتقين هذا وهذا على عاتقه فأرضى على عاتقيه فبعضهم من عاتق إذا أفرد عما العاتقين فإذا ستر العاتقين يكون أولى. نعم يعني هو الصوت الخاص عند الشهود الأخير والأول إنما هو أعرف الآدة التكبيرة هذا يفهم الناس أنه يجلس فلا يقوم ولو ما غير صوته ما يقوم في هذا واسع لو فعل ما في شيء لا ما في شيء. بعض الأئمة حينما أقرأ آية السجدة يسجد ويرفع دون أن يكبر وبعضهم يكبر حين الرفع من سجدة التلاوة الأولى فما الفرق التكبير لكن في الصلاة لولا أنه يكبر عند السجود وعند الرفع لأن الرسول كان يكبر عند كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام كان إذا في رفع سيكبر في رفع أكبر وذكر عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع ويكبر إذا سجد وإذا رفع وسجود التلاوة داخل في ذلك التلاوة داخل في السجود ويعمه له في السجود كما يعمه من السهو يكبر سجود السهو هكذا في التلاوة في الصلاة يكبر عند سجوده وعند رفعه أما في خارج الصلاة فالأمر هذا واسع إنما جاء التكبير عند السجود إذا كان في خارج الصلاة ولم يرد فيما نعلم شيء صحيح في التكبير عند القيام وسجود التلاوة في خارج الصلاة فبعض أهل العلم جعل الحالين واحدة وجعل التلاوة في الصلاة وخارجها لا تكبر فيه عند الرفع وإن كان في التكبير عند السجود والأولى الفرق فإن في سجود الصلاة هو من عرض سجودها ومن سجود الصلاة فيكبر عند الرفع وعند الخفض والرفع كثير سجود الصلاة وأما في خارجها فيكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع لعدم مروده بل يرفع ساكتا أو بقراءة القرآن حتى يسلم وراءه في خارج الصلاة ولا تسليم أيضا لما وردت لا تكبير عند السجود إذا كان خارج الصلاة البعض في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين وبعض يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم حكم ذلك الأفضل تسليمة واحدة هذا هو المقول عن السلف الصالح ولا يحفظ في عن المسلم تسليمتان ولا زياد بركات فيها وإنه محفوظ السلام ورحمة الله هذا محفوظ السلام بعض ولا يحفظ تسليمة ثانية في سجود الجنازة ولا في صلاة الجنازة ولا على السر في ذلك والله أعلم أن مبنية على التخفيف ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم تسليمتين في الجنازة لم يفعل على أصحابه فالمحفوظ عن الصحابة تسليمة واحدة والرواية التي فيها تسليمتان ضعيفة عند أهل العلم. من الملاحظ أن بعض المدارس تنهي وقت الصلاة تنهي وقت الدراسة عند الظهر ويترك الطلبة يلعبون الكرة وقت الصلاة نرجو التنبيه على من يهمه الأمر في ذلك. يعني بعض المدارس تهمل يعني أداء الصلاة في المدارس الذي يعلم ولا يكتب لنا إن شاء الله ولو سأل ولو قال ناصح يبين بعض المدارس التي يعلمها ولو قال باسم ناصح يكتب لنا ويقول المدرسة الفلانية والفلانية تفعلوا هذا عندهم تعليمات كثيرة من وزير المعارف والوكيل في إقامة الصلاة الذي يعلم مدرسة معينة تترك هذا يكتب لنا عنه أو نحن إن شاء الله نعمل ما يسر هذه المدارس هذه اللي عرضها في مدارس على طريق جاتو في دار عبد الله سواء كان في شرط الأخرى الذي عرفت تكتب عنه سواء باسمك الخاص أو باسم ناصر المحفوظ أن يصرر فيما نعلم الإصرار بها هذا هو محفوظ عن أنس وغيره أنه كان يصر بها ولكن جاء في حديث ظاهرة طريقة جيدة ما ظاهره هو أنه يجهر فيها بعض الأحيان لأن بعض جهر فيها وصلى ثم قال إني لا أعلم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إني لا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يظهر منه عند الإطلاق أنه يجهر بها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام أما المعتقد المعروف الحديث الصحيحة فهو السر بها في عائشة عن أنس وعن أخرى ليس فيها ما يدل على الجهر على أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بكر وعمر وكان الصلاه الحمد لله رب العالمين في وقت لا يكون في اول ولا اخرها
شرط لا يجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت عائشه رضي الله عنها يختم الصلاه بالحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين. لكن جاء مع بعض الصحابه ان يدل على الجهر. فاذا جهر بعض الاحيان التعليم تعليم الناس وايتامهم انها تقرا بسمله فهذا حسن. وما لك ان تقيم درجه الانسان اذا جهر بعض الاحيان التعليم فيعلم الناس وانها لا تقرا فلا حسن. والا في السنه والاكثر يكون سرا بها ويجهر باول حياته الحمد لله رب العالمين. يا شيخ على الشيء يعني لو نسينا بسم الله لا ما يحق مستحب. يا شيخ السنه تاجيل الاذان مع الصلاه لا تاجيل الاقامه. نعم في هذه الحاله السنه تاجيل الاذان لا الاقامه تؤخر حتى يتجمع الناس ويتلاحق الناس لانه اذا سمع الاذان استعدوا للغروب استعدوا للغروب. الا المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر به بعد الاذان بقليل لأن الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان. أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كان يتأخر بعض الوقت. ما ورد في تأجيل الأذان في صلاة الظهر لما كان هذا في التبريد إبراد إبراد أقصد ربط الأذان يؤجل الإبراد ويؤخر الإقامة أيضا. وأما الإقامة لا يكون قريب الأذان يكون بينهما فسحة لحقنا هذا سنة صلى الله عليه وسلم يكون بينهما مسافة حتى يحضر الناس ويتلاحقوا ثم كان في حاجة يدعوها ويتوضأ ثم يحضرون. هذه سنة صلى الله عليه وسلم حتى في الفجر كان يقوم إذا طلع الفجر اتضح الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه بلال فيؤذن له بالصلاة. الناس قد حضروا جمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء في الأذان والصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم. والظهر كان يصليها في وقتها إلا في وقت شدة الحر كان يبرد بها والعصر كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. لكن المهم أنه يعدل الإقامة معنا لا كان بين الأذان والإقامة فقط مدة ربع ساعة عشر دقائق يجب يتلاحق الناس. يا إلا المغرب الأفضل فيه يكون بينهما أقل. المقصد لو أجل الصلاة يؤجل الأذان معها ولا يصنع مثل ما نصنع الآن يقدم الأذان والصلاة بعدها بمدة كبيرة. يقدم الأذان والصلاة بعدها ربع ساعة أو ساعة على العرف المعتاد. بعض الناس يقولون لا يجعل لنا مع الإقامة جميعا. بعض الناس يقولون إذا شهد شهود أن الشخص المكلف قد دخل في المسجد مرة واحدة أنه يصلى عليه فهل سمعت له دليلا في ذلك؟ ما سمعت هذا مكيس هذا مكيس هذا بغير علم. سبق لسماحتكم أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم، لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون هو سبب عزوفهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟ ما أعلمه يعني شيئا. إذا أعطوا شيئا في مقابل الدروس أو في مقابل التعليم أو في مقابل الحلقات فلا أعلم شيئا في هذا، ولكن إذا ترك الإنسان تعكفا وترفعا فهذا حسن. وأما أن يعلم في شيء فلا أعلم شيئا، لأن هذا قد يحتاج إلى فراغ وعناية وأخذ وقت قد تعوقهم عن بعض الأعمال التي يكسبون ورائها، قد تعوقهم عما يحصل به سبب حاجتهم، وليس كل أحد يكون راتبه يكفيه. فإذا أخذ البيت المال شيئا في مقابل الدروس أو التعليم في المدارس أو في الجامعات فلا أعلم في بأس. بيت المال لهذه المصالح كما يعطى القاضي ما يعينه على حاجاته وتتفرغ القضاء، فالمدرس والمقيم للحلقات العلمية وأشبه قد يحتاج إلى هذا الشيء فلا أعلم في هذا بأس من بيت المال. نعم. ما حكم أكل الدجاج الفرنسي؟ أخي يسأل عن دجاج الفرنسي. كل الدجاج غير الدجاج الوارد من بلاد النصارى من أهل الكتاب عموما هو خلاص في الحل من ذبائح المسلمين، إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة فإنها تحرم كما تحرم ذبيحة المسلم إذا علمت أنه ذبح على غير الشريعة. فالمسلم وأهل الكتاب كلهم ذبيحتهم حلها الله لنا وذبائحهم وطعامهم طعامهم وذبائحهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعام اليهود ويعرف حالهم وخبزهم، الله أحل لنا طعامهم. فإذا علمنا أن من النصارى من فرنسا أو من إنجلترا أو من الدنمارك أو من هولندا أو من أشبه ذلك من دول النصارى هو حل لنا حتى نعلم أنه زكي على طريقة غير شرعية أو نعلم أنه وقيل ضرب حتى مات أو نعلم أنه مخلوق لم تقطع رأسه أو يقطع إلى به شيء يميته من دون قطع الرأس، فإذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا.
هذا هو اللي نعتقد في هذا السبيل. نعم. ما حكمه بالنسبه لاهل الكتاب؟ هل يطبق عليهم الفرنسيين وكذا؟ نعم. اهل الكتاب مع انهم محاربين لنا. هم اهل الكتاب ولا حاربونا؟ اهل الكتاب واليهود اهل الكتاب ولا حاربونا؟ لان بيننا وبينهم حرب قديم الزمن. حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود حاربوه والنصارى حاربوا. ما حكمه؟ نعم. يقولون الله ثالث ثلاثة. نعم هم اهل الكتاب ولا قالوا الله يعلم انهم يقولون هذا وابى طعامه واخبرنا انهم يقولون ذلك سبحانه وتعالى. ما حكم في كتاب ان يقولون ان عيسى ثلاثة ان الله ثلاثة ومع هذا قال ان طعام حل لنا وطعام حل لكم وطعام حل لنا. ما حكم بخلاف كفار الاخرين من المجوس والوثنيين والشيوعيه يعني لم يحدهم حرام لجميع اهل العلم الا المجوس قال ابو ثور الله بن خالد القلبي انه جزء من الكتاب رد عليه العلماء وسفه رأي في هذا وقال انه غلط فصابوا يعني في المجوس انهم من جنس الوثنيين ذبيحتهم حلال وانما ذبيحتهم حرام وانما تؤخذ من جنسه فقط فالمجوس مثل الوثنيين ذبيحتهم ونساؤهم حرام وانما تؤخذ من جنسه فقط اما اهل الكتاب اليهود والنصارى فتباح نساؤهم محصنات وتباح ذبائحهم. وفي الاثر اللي ورد يا شيخ التفريق بين الذي قال ان الله ثالث ثلاثه وبين غيره. ما اعرف يا شيخ ما أنا في يسر صحيح صح والله الذي نقل ذلك عنهم أخبر عنه يقول ذلك لا هو نفسه سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا وهو الذي ذبح طعامه سبحانه وتعالى. طريق الزلفين نعم أي طريقة نقبلها من طريق الزلفين؟ لا 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 تفتش عن هذا إذا علمت شيء محرم فلا تفتش. أما الذي ذبح طعامه هو الرب عز وجل يعرف أحواله. طب وإذا قتلوها؟ إذا عرفت أنهم قتلوها خلقا فلا تأكل حتى ولو أنها من الفقهاء قتلها خلقا لا تأكل من الفقهاء المسلمين صح نعم هو نصراني والله أخي يسأل يعني طريقة الذبح إيش يعني الشرعية طريقة سليمة يعني يعرفها قطع الحكومة والمريء والدين فإذا علمت أن هذا النصراني أو هذا اليهودي أو هذا المسلم خلقها خلقا أو ضربها صارت وقيدا فلا تأكل طب الذي ذبحها من خلف إذا قال ذبح من خلفه وانتهى الذبح إلى أن قطع رأسه مرة واحدة حل حتى أتى على الدين والقطر حصل قطع الرأس. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم حتى ولو بآلة جاء الآلة ميكانيكية تذبح إذا حركها قطعت رؤوسا كانت بسرعة ما يكفي وكان آلة محدودة تحرك ثم تمر على الدجاج أو البقر أو تذبحها تقطع رأسها كيف؟ الدم كله يخرج يخرج إذا ما خرج لا يخرج إذا كان ما انهر الدم كان صنفه ليس سنة والظهر إذا كان ما يخرج الدم هذا ما ذبحه إذا علمت أن ما خرج الدم هي مخلوقة هذا لا يخرج حتى ولو أنه من أعلم الناس من فقهاء الأنصار إذا ما خرج الدم فهي وقيلة لا تأكلها. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإكمال ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإكمال ثم جاء آخرون فأتموا فما حكم تسلسل الجماعة وهكذا؟ لا نعلم مانع من صحة الصلاة لكن تركها هذا أولى بعض أهل العلم يرى أن إذا قام الإمام عليه لا ينبغي لأحد يصلي براءة لكن لا صلى خلفه أحد ما نعلم ما يفسد صلاة إذا صلى جعل إماما له ثم سلم وقاموا يقضون فجاء من كتابهم وجعلوا أئمة لا نعلم شيء يبطل صلاة لكن ترك هذا أول أن يجاءوا ويصلوا لأنفسهم جماعة مستقلين أول. واحد جاء في المغرب أتاه نعم وناس يصلوا في المطر صلوا ثلاث ركعات ولم يعلم صلى معهم ثلاث يحسب بنفسه أنها صلاة المغرب ولم يدري ثلاث ركعات وهو جلس ولا تم أربعة جعلها نافلة لا جعلها نافلة. جعلها صلاة العشاء، جرى بعدين صلاة العشاء. لا يعيد، صلى المغرب ثم يعيد العشاء. ثم يعيد، نعم. أما لو علم وتنبه وجلس في الثالثة قرأ التحيات وسلم معهم ولم يأتي الرابعة معهم أجزأ على الصحيح. كما لو صلى معهم في السفر وهم يصلون العشاء ثنتين وصلى معهم المغرب فإذا سلموا ثنتين قام مات بالثالثة وسلم المغرب ثم مات بالعشاء. تصح على الصحيح لأن النية لا تؤثر على الصحيح إنما يؤثر اختلاف الأفعال فإذا جلس في الثالثة في المغرب لما علم صلوا العشاء في السفر وفي المطر جلس في الثالثة ولو المغرب ثم سلم معهم
أو سلم لنفسه أجزأه، والأفضل أن لا يسلم لنفسه بل ينتظر حتى يسلم مع الإمام ثم يأتي بالإجابة على ذلك. يصلى وحده أجزأته ويصلى معه أجزأته. الصحيح أن يجوز المفترض خلال متنفذ، يجوز يصلي المفترض خلال متنفذ، فقد صلى معاذ بأصحابه وكان متنفلا وهم مفترضون بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى النبي بأصحابه في الخوف طائفتين، صلى بالطائفة الأولى فريضة، صلى بالطائفة الثانية وهم متنفذ وهم مفترضون، فلا حرج في ذلك. نعم. يعني هو بالتراويح ركعتين إذا سلموا ركعتين كمل نفسه. من يأخذ السؤال في رجل آخر دخل حتى اليمن في التركات وعند الأحقاب صلي الأجماعة في المقال المعرفة لا يعطيه لأن ترك الترتيب ما يصلي إشاء قال الله يقول صلى معهم يعلم العشاء في عيد العشاء ما لازم يستفتح الواجب الواجب أن يصلي العشاء بعد وليس الجماعة حضرا في ترك الترتيب الله يجب بعد المغرب قبل العشاء يخبر طيب يخبر يعني هل ورد حديث معناه أن رجلا صلى وهو مشبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء؟ ورد في حديث رواه مسعود وغيره في حديث الإسبال وذكر ما يدل على أمره بإعادة الوضوء ولكن الحديث محل نظر محل نظر يمكن إن شاء الله في الدرس الآخر الجمعة الآتية ننبه على ما فيه إن شاء الله. هل التحاكم؟ نعم. هل التحاكم لغير شريعة الله أو للكفار كفر مخرج من ملة من الملة أم لا؟ التحاكم إلى غير الله في حديث شريعة الله في التفصيل إذا فعل ذلك يستحله ويرى أنه جائز هذا كفر بالله ورد عن الإسلام والدنيا. أما إذا تحاكم إلى غير الله لأنه مضطر يعلم أن هذا محرم ممكن لكن لا حيلة له بذلك ولم يجد بدا من أن يتحاكم إلى الجهة التي فيها القانون يعني أخذوا بيته أخذوا مكانه أخذوا سيارته بغير حق فلا حين يتخلص إلا به ويعلم أن هذا ما يجوز ولكن اضطر إلى ذلك يخلص متاعه أو ثابته أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك ولم يجد مدة من هذا الشيء ولا حين إلا الترافع إلى المسؤولين عن هذا الشيء فالذي يظهر لأنه مضطر بهذا ولا حرج عليه ذلك إذا اعتقد أن التحاكم إليهم محرم وإنما جاز له لتخلص حقه وهو يخلص حقه من الظالمين مطلق بأي وسيلة أباحها الله جل وعلا. لا تسمح نفسي بالسلام على حالة اللحية وشارب الدخان وتارك صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثر المعاصي هل يجوز أكل طعام بائع الدخان بعد نصحه ولم ينتصح؟ أهل المعاصي والمعلنين لهم أحكام ليسوا خارج عن الإسلام وإنما عندهم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان حالق اللحية إنه ضعف في الإيمان وهكذا شارب مسكر شارب الدخان هذا لا عنده نقص فالواجب أن ينصحوا ويعلموا ويوجهوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأما كونه يسلم عليهم أو لا يسلم عليهم هذا محل نظر كان السلام عليهم يسبب خيرا ويوجد من ورائه خير لنصيحتهم وتوجيههم الخير فهذا من باب جعله وسائله الخير فلا بأس أن يسبب عليهم لأن الهجر من باب الزجر ومن باب التأديب فإذا كان هجرهم لا يؤثر ولا يفيد شيئا وراء أن يسلم عليهم وينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر هذا أولى وأفضل فإن كان هجرهم وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هجرهم إما يجب على أحد قولين أو يسلم سنة مؤكدة فإن هجر أهل المعاصي فيه أقوال أهل العلم قيل واجب مطلقة وقيل سنة مطلقة وقيل يجب الردع وزجر ولا يجب أن يردع والزجر والصواب في هذا أن الهجر نوع من التأديب فحيث قلنا أنه يجزي وينفع شرع الهجر كما هجر النبي الثلاثة الذين تخلف على الطبيب جعب صاحبه وإن يجزي الهجر أو العالم أو الوالي الأمر أن الهجر قد يضر ولا يفيد فإنه لا يهجر بل يعمل بغير الهجر في الطرق الأخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول مع أنه رأس المنافقين ولا يزال يتصل به ويصلي معه عليه الصلاة والسلام ويتأله من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع شر أكبر في هجره وعدم تأليفه فالحاصل أن الداعي إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر
في احوال العصاة، ولا سيما في اخر الزمن في العصر الذي كثر فيه العصاة وقل فيه من يامرهم وينهاهم. فالواجب على الداعي الى الله ان ينظر له الاصلح، فان راى من الاصلح ان يزوره وان يسلم عليهم ويدعوه الى الله ويرشده الى الخير، وراى ان هذا اكثر فائده فعل ذلك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المشركين ويدعوهم الى الله جل وعلا، ومر ذات يوم على ماء فيه اليهود وفيه المنافقون وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد اهل المدينه، فنزل عن دابته وجعل وسلم على الجميع لان فيه المسلمين، سلم على الجميع ونصحهم لله وقرا عليه القران وجرى من عبد الله بن ابي وسلم فيه ما لا ينبغي. فاما ان كان الهجر لا اما ان كان الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر كما فعل النبي مع الثلاث، يهجر حتى يتوب على العاصي المعلم، فاذا اعتاب ورد عليه السلام وارغب واذني وشكر. فالمقصود ان هذا هو الاولى والاصلح، وهو ان ما اختاره الشيخ ابن تيميه وابن القيم وجماعه من العلم هو مسلك الهجر، المسلك الذي يكون اقرب الى الخير وابعد عن الشر واقرب الى هدايه العاصي وابعد عن استمراره في باطله. نعم. ما هي السنه في وضع اليدين بعد تكبيره الاحرام؟ نعم. اللي تقدم اذا كان في الجماعه ولكن في حاله لحد وشاد الدخان وهو اقرا القوم قدمه الصلاه؟ لا ما يقدم. اذا كان فيه من يجي يعني يحسن الصلاه يقدم، لكن العاصي ما يقدم. لكن لو صلى بالناس صلي مع الناس صلي وحده صلي. فصلى بعض الصحابه خلف الحجاج بن يوسف التقى فيه وهم افسق الناس. المقصود ان العاصي اذا صلى بالناس صلي معه ولا صلي وحده، لكن اذا وجدت اذا من اصلح منه في مسجد اخر وصليت معه كان اشرف واكمل. واذا تيسر ان يعزل ويصلي بالناس ويلتمس طيب وجب هذا لانه يتخذ في الساق ايضا، لكن اذا ما تيسر ذلك او ليس الامر في يديك فلا صلي في بيتك ولا صلي وحدك، وصلي مع الناس وانصح لله بالطرق الحكيمه في بين سبعه. يا سعادة الشيخ، وإذا كان بيتك لحاله؟ نعم. يعني إذا كان محلك لحاله يعني بيتك؟ ما عندك أحد يعني؟ ما عندك أحد. البرية؟ أيوه قرية لحالك يعني بيتك. صلي لحالك. صلي لحالك وأذن وأقيم الحمد لله. يعني تقيم الصلاة وتصلي؟ صلي لحالك وأذن وتقيم صلاة واحدة. البرية أو هي الهجرة انتقل عنها أهلها ولم يقل منها إلا أنت. لا تفكر في الأذى ولا الإقامة ولو كنت أخذ. يعني رجل يا شيخ استلف مني 1000 ريال ولا أعلم كل العلم ان هذه الألف تروح تذهب رشوه، انا اعرف كل الألف وانه هذا فقير قلت له ما عندي شيء، هل اعتبر كذلك في ذلك؟ يعني ما عندي شيء مثلك بالنية انا اعرف انه يعطيها رشوه. لا ما لا تعينه على لا تعينه على ذلك، واذا قلت ما عندي شيء ناوي ما عندي شيء يصلح مثلك او يناسب اعطاء اياه في هذا التوقيت. هل الشعر الذي يلي الحلق مما يسمونها بالغلط بالغضب من اللحيه ام انه ليس من اللحيه؟ اللحية ما نمت على الخدين والدقة، هذه اللحية ما نمت على الخدين والدقة، الحق ما يسمى اللحية. يا شيخ بالنسبة لموضوع الرشوة، هل يجوز استخلاص الحق بالرشوة؟ إن كان لا يمكن إلا بهذا، لا يمكن استخلاص حقي إلا إذا رشيت واحد، فهل يجوز أم؟ أما الرشوة المعروفة اللي يعطاها الموظفون هذا لا يجوز مطلقا، لأنك إذا رشيت أضرت بالناس لا خير. أما لو قدر أن واحد تعدى عليك وأخذ مالك ولو تستطع ان تخلص مالك الا بتعطيه بعضه فلا باس. السارق اخذ منك مثلا 4 من المعز او 4 من الابل او سياره سيارتين او 3 فاجتمعت انت وياه ولم تزل داريه حتى يعطيك بعضها، خذ لك البعض واعطيه البعض فلا باس، هو حرام عليك لكن تخلص بعضها البعض حتى يذهب لها. أو الناس نهبوا مالك قطع الطريق فطلبت منهم أن يأخذوا البعض ويعطوك البعض ولا يأخذوا المال كله. أنا أقصد الشعر الذي بالحلق ولا الذي بالحلق فقط. الشعر الذي على الذقن هو الذي تبع اللحية، ولكن إذا كان لصيقا به إذا ترك لسانه احتياطا وحما هذا حسن. أحفظ في هذا عن عبد الله المغفل المزني أنه نهى بعض أقاربه أن يخلف وقال له إنه خلف
لا يصل صيدا ولا أنكر عدوا. ثم رأه يكذب بعد ذلك فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكذب لك لن تكذب. هذا يدل على أنه هجر من أجل أنه عصى الحديث وأن لا كلمتك إلا بالسلام ولا بغيره. وأكبر من هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة لما دخله هذا التموت غير عذر هجره النبي 50 ليلة حتى تاب الله عليه وسلم هجره الصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قال جاء ابن عباس انه سده قلت له الافتراش افضل افتراش جاء في الحديث الصحيح كثيره عن عائشه وعن حميد وغيرهم فافتراش مصر رسم اليمنى بين السيدتين الشهد الاول افضل. ما هي السنه في وضع اليدين بعد تكبيره الاحرام ورفعهما؟ السنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره او على ذراعه اليسرى. جاء هذا وهذا الحديث وابن الحجر عن سهل بن سهل بن سعد اذا وضع اليمنى على اليسرى على ذراع اليسرى أو على الرسل والساعد هذا هو السنة ويضعهما على صدره كما جاء في حديث وائل بعد الإحرام إلى الركوع وبعد الركوع بعد رفع الركوع إلى أن يسجد. يعني هذا القيام هذه السنة يضع اليمنى على اليسرى على الرسل والساعد أو على ذراع اليسرى كل هذا جاء في الصحيح حديث سهل الصحيح البخاري حديث وائل في صحيح مسلم. نعم. الذين يقودون بالمستشفى لا يوجد عندهم تراب للتيمم. خلاص احنا بقينا الا ربع الثمانية الا ربع. نعم. الذين يقودون بالمستشفى لا يوجد عندهم تراب للتيمم ولا يقدرون على الوضوء وبعضهم يتيمم على الجدار ما حكم ذلك؟ الواجب انه يؤتى اليهم بالتراب في اناء او في كيسه اذا كان في المستشفى ولا عنده شيء ولا يستطيع الوضوء يؤتى اليهم بالتراب حتى يتيمم فاذا ما وجد فلا على حسب هذا اتقوا الله وتعالى انما حتى يستطيع المريض ما عنده احد يلاحظه ولا يعطيه تراب فلا يفوت الصلوات يصلي على حسب حاله فاتقوا الله وصلاه ولا يجوز له يضيع الصلوات ويقول بعد ما يشفى او اقضي بعد ذلك لا فنصلي على حسب حاله قاعدا فان عجل صلى على جنبه فان عجل مستقيا فان تيسر له التيمم بالتراب تيمم بالتراب او تيمم بما يستطيع من الجدار او غيره فاتقوا الله وصلاه ولا يضيع الصلاه. اليس التكلف نقل التراب الى المستشفى؟ لا ما في التكلف حينما الرسول أخبر أن تربتها أنا طهورا إذا جلنا الله جعل الأرض ناتدا وطهورا إذا كان ما عنده المستشفى شيء يؤتى على من قديم من أي محل يؤتى إليه في إناء أو في كيسة حتى نعم. إذا كان عندنا في غبار يعني في غبار إذا كان فيه غبار بركة أو غبار يجي بينما يكون الإنسان في السجود يصلي على هذه من الدعاء هل يصلي على أهله ولا أحسن أحسن صلي على واحد مثل ما مر